خمسة الخالدية 17/10، هاي الجيش اللي بده ينسحب، هذا الجيش البطل، هذا الجيش البطل. هذا الجيش حماة إسرائيل، هذا الجيش حماة إسرائيل. هاي الأسلحة الثقيلة، يقولوا ما في أسلحة ثقيلة، هاي ما أنا أسلحة ثقيلة، هاي أسلحة خفيفة، هاي الأسلحة الخفيفة عند النظام السوري. هاي الشوارع، شوارع الخالدية، 13 شهيد أول 5 ساعات من المهلة اللي أعطاها الجامعة العربية للنظام. 13 شهيد، وهلا في شهداء ما معروف اعدادهم. هاي الاصلاحات اللي راح تتنفذ 15 يوم، راح ينباد الشعب، شعب الخالديه خلال 15 يوم. خلي العالم يتفرج، خلي العالم يتفرج كيف الشعوب تنباد.